اليوم نتيجة وأداء، تحكي لنا عن هاي المباراة، تحكي لنا عن المباريات المقبلة وعن ضغط الدوري اليوم بهالشهر بشهر رمضان المباراة. أول شيء أقول مبروك لنادي تشرين ولجمهور تشرين للكادر الفني واللاعبين والكادر الإداري، يعني اليوم الحمد لله 3 نقاط مهمين. يعني أكيد إحنا اليوم ما انتظرنا إنه ليصير مفاجأة لا سمح الله، إحنا عارفين إن اليوم أي مباراة مهما كان ظروف خصمك بدك تحترم خصمك بدك تلعب بشكل جدي، هذا أهم شيء كان المباراة، عنوان أساسي كان يعني للاعبين. حققنا يعني اليوم نتيجة منيحة، حققنا يعني أداء الجيد، أسلوب اللاعبين حافظنا عليه بشكل كامل رغم بعض التعب، يعني اليوم في صيام لأغلب اللاعبين. ما ننسى كمان ضغط المباراة الماضية، ضغط مباراة الوسمي كان يعني حتى نقول المجهود اللي تم بذله بمباراة الوسمي كان مجهود عالي، فلذلك يمكن أحيانا تلاقي اليوم بعض اللاعبين بعد شوي عن مستواهم، لكن من النهاية الأهم 3 نقاط، المباراة القادمة وضغط المباراة القادمة. يعني احنا اليوم دائما بقول لك الفريق الأجهز بدنيا، الأجهز اللي عنده دقة احتياط هو الفريق الأقرب لحتى يكون صاحب يعني صاحب اللقب. المهم أنك أنت اليوم ما بكفي بس أنك تكون أنت يعني بدنيا لائق وعلى مستوى يعني عدد اللاعبين أنه عندك دقة احتياط حتى تقدر تكون انت يعني بمستوى عالي دائما. اليوم الصيام مؤثر جدا، الصيام على الحكم وعلى اللاعب وعلى المدرب كله مؤثر، اليوم تركيز اللاعب بيفقد من 50% من تركيزه برا الملعب اذا كان صايم. فهذا الشيء احنا بيعود لك انت، انا دائما اقول للاعب هذا اليوم شغلك، اذا بدك تصوم صوم، بس انت اليوم في يعني اذا قادر تفطر وهذا جهدك اليوم تاثر على مستواك لافطار، ممكن هذا الشيء يكون عندك عذر واضح، هذا شغلك وعملك. بالعموم احنا اليوم مقبلين على مستوى أسوأ لكل الفرق، مستوى أسوأ لكل فرق اذا ما تم وضع حل. هلا اكيد ما حيكون في حل انه يتم يعني نقول توسيع الايام بين المباريات، هذا اكيد خلص قرار اتحاد كره القدم، لكن ننتظر مستوى اداء جيد بشكل متواصل. هذا الشيء بعتقد انه ممكن لكل الفرق، بعتقد انه اليوم ضغط المباراه حيكون مسيء لكل الفرق، لكن الفريق اللي عنده تحضير ذهني دائم استشفاء عالي هو الفريق بيكون دائما صاحب يعني صاحب الظفر باللقب ان شاء الله. اليوم انتم عايشين يمكن ظروف استثنائيه، تحكي لنا شوي عن الظروف وعن نتيجه المباراه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ظروف ما بتخفى على حدا، ظروف نادي عفرين الكل بيعرفها. نحن جينا بنفس اليوم بلاعبين الشباب يمكن 13 لاعب ومشكورين كتر الله خير انه يعني قدروا يجوا على هالوضع. طبعا في تقديم استقاله رئيس نادي ومستوى لجنه تعيينه رئيس نادي، يعني ما في حدا كان مسؤول للساعه 12 امبارح او 1 الظهر، ما حدا بيعرف لا في تمرين ولا في سفره او على مجريات اللعبه. اللعبه شوف مثل ما شفتوا شباب صغار قدموا مستوى الله يعطيهم العافيه، انت عم تواجه بطل دوري وحاليا وصيف وهي يعني نتيجه بتعتبر لهم نتيجه كويسه، ونحن بنتشكر يعني جمهورنا اللي متعود على هالدلك تبعيتنا، وان شاء الله البناء للسنه الجاي بفريق شباب صاعد باذن الله. شكرا. اليوم عفرين اجا بنفس اليوم وقدم مباراه بلاعبين شباب، تحكي لنا اليوم عن الظروف اللي رافقت فريق عفرين. هلا الظروف صارت معروفه للكل، يعني اليوم نحن فريق ترتيبنا الاخير، فالدعم المادي توقف، الاداره قدم استقالته، فتشكلت لجنه مؤقته لسه ما يعني ما جاهزه، فنحن اكثر لاعبين الموقعين معهم العقود تقريبا 12 13 لاعب كلهم يعني وقفوا ما عاد يلتزموا بالتمارين، فنحن جبنا مجموعه الشباب اللي عندنا اللي بدنا ناهلهم يكونوا مثل ما بقولوا الرديف للمستقبل ان شاء الله، والحمد لله كان ادائهم كويس، يعني ياخذوا ثقه بالنفس يتاقلموا مع اجواء الدوري بس.